طواف المغرب في نسخته الثانية والثلاثون والمنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحت الرحال بمدينة الخميسات الفيحاء عاصمة زيان العاصمة اللي أعطت أبطال في جميع الرياضات ولا سيما في كرة القدم ورياضة الدراجات وكذلك ألعاب القوى وحنا كنا سرور وبهجة وفرح لأن الحمد لله المشاركة القوية تاع المواطنين والمواطنات والفرحة ديالهم بحلول قافلة الطواف تجد شجعنا على المزيد من البذل والعطاء هذا الطواف اللي شارك فيه 18 دولة 106 متسابقين من جميع القارات افريقيا واوروبا واسيا وامريكا الحمد لله مستوى تقني عالي كذلك الفرق الوطنيه اللي فيها فريق من المغاربه مقاتلين بالخارج وتشارك معنا هنا باش نتاكدوا على ان المغاربه كاينين محلوا وارتحلوا ففريق تنتمي للجاليه المغربيه في الخارج هو مشارك معنا بابطاله البطل المهدي شكري ابن مدينه القنيطره تيقوم بواحد السباق جميل كبير جدا ما نساوش بان هذا البطل دير 20 سنه عنده فقط ولكن الان استطاع باش ينتزع القميص ديال احسن شاب اللي مخصص للطواف كذلك تيفوز بمرحلة كانت من أصعب المراحل نتمنوا إن شاء الله مازال ثلاثة ديال المراحل نتمنوا إن شاء الله المزيد من الانتصارات والمزيد من العطاءات وباش الفرق الوطنية تكمل هذا السباق أحسن الظروف ديالو وإن شاء الله التشبيه القديم كله بفضل صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله بتنظيم الطواف بصفه دائمه ومستمره ليتم تبشير ان المغرب هو بلد الاستقرار وبلد الامن والطمانينه شكرا لجماهير مدينه الخميسات لسكان عاصمه زيان الفيحاء C'est un très beau. On a une belle météo, les hôtels sont super sympas, les parcours sont super chouettes, donc voilà, c'est une belle course. Personnellement, j'ai gagné la troisième étape. Depuis, on est leader au classement général, donc on essaye de ramener le maillot à la maison. Donc il reste encore trois étapes. On commence à. Ça commence à sentir un bon, donc on verra bien. On doit rester motivé et concentré surtout. Voilà. طواف المغرب لهذا السنه في النسخه 32 يعتبر يعني طواف مميز عن سابقه وذلك نظرا
المسار أو المراحل التي مر منها السباق والتي سيمر منها الطواف. يعني لحد الآن قطعنا 7 ديال المراحل. هذه المراحل اللي كانت جد صعبة، ومن ضمنها مرحلة ودلة والحسيمة التي أثرت كثير على الترتيب العام سواء الفردي أو الفرقي. الأقمصة لازالت عند، وخاصة القميص الأصفر لازال عند الفرنسي الذي ينتمي إلى فريق سوفاك الجزائري. احنا جد فرحين بفوز المتسابق الشاب المغربي شكري المهدي بالمرحلة السادسة ما بين قرسيف وفاس. أظن بأن مرحلة اليوم احنا جد فرحين بوجودنا مدينة خميسات. هذه المرحلة اللي غادي تمشي من مدينة خميسات إلى مدينة خريبكة مرورا بالرماني معزيز زحيليكا، الخطوات والنهاية في مدينة خريبكة. هذه المرحلة كذلك تعتبر جد صعبة نظرا لوجود مرتفعات منخفضات في هذه المرحلة، وأظن بأن الأقمصة سيحاول بعض المتسابقين انتزاعها من أصحابها، ولكن دائما القميص الأصفر لازال في المقدمة، القميص الأخضر يتبدل يوم عن يوم، القميص الأزرق لأصغر شاب لازال في حوزة المتسابق المغربي شكري المهدي. فلهذا يعني لم يبقى إلا 3 مراحل، ونتمنى حد سعيد للفريق المغربي لفوز من مرحلة أخرى إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا الطواف المغرب اللي كيتعدى الدوره 32 كيتعدى من اقوى الطوافات على الصعيد الافريقي والعربي. بالنسبه لهذه المراحل السبع، كانت هذه المرحله ديال اليوم اللي كتربط بين الخميسات وخريبكة غتعد من اصعب المراحل، وعلى ما اعتقد اللي فاز بهذه المرحله على ما اعتقد صاحب القميص الاصفر الى فاز بهذه المرحله فكنظن غادي يفوز الطواف المغرب. بالنسبه للمرحله تاع اليوم كنوجهوا التشكرات ديالنا الحاره للساكنين تاع الخميسات على الاستقبال الحماسي الرائع اللي خصوه القافله تاع الطواف. كنشكروا السلطات المحليه في شخص السيد عامل اقليم الخميسات، السلطات المحليه، وكنشكروا كل من عمل على انجاح المرحله. تشكرتنا الحارة كذلك مرة أخرى لساكنة الخميسات، تشكرتنا الحارة للسيد عامل إقليم الخميسات، تشكرتنا الحارة للدرك الملكي، الأمن الوطني، الصحة، القوات المساعدة، لكل من عمل على إنجاح هذه المرحلة. المرحلة اللي كتعد من أصعب 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 المراحل السبع اللي كاينه اللي كانت 178 كيلومتر. يعني مازال تنكرر مرة أخرى، فاللي غادي يفوز بهذه المرحلة على ما أعتقد هو اللي غادي يدي طواف المغرب. شكرا. استقبال طواف المغرب وإعطاء إطلاق لهذا الطواف. شكرا للسيد على مدينة مع المرحلة الثامنة، وهذه المرحلة التي سوف تكون إن شاء الله موفقة إطلاقا من مدينة الخميسات. وهنا مطلوب من كافة الإخوة الخروج من الحلبة، لما عنده من بغيشة ستبشار يخرج من الحلبة حتى الوصلة الصعبة بالضبط حتى تكون هذه مرحلة سعيدة.
الجامعة الملكية المغربية إلى السيد العامر. هذا تذكار لمرور قافلة طوارئ من مدينة الخميسات. إذن بعد قليل أيها الإخوة، شكرا شكرا الإخوة. سوف إذن قبل إعطاء الانفلات من مدينة الخميسات الشبيبة، نقف مع تحية العلم. لا 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 لا